كما أكد الرئيس السيسي الاتفاق مع الجانب اليمني خلال النقاشات على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي. وأشار الرئيس السيسي إلى ارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. ولقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناولت مناقشتنا كذلك خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية ذات الصلة.